خلينا نبدأ المخروطة ونشوف هنعملها ازاي. طرق سهلة جدا وبسيطة، نرجع بقى للمطبخ بتاع زمان، المطبخ الكلاسيكي الجميل بتاعنا، المطبخ المصري، ونشوف هنعمل أول حاجة دقيق مخبوزات. ده أساسي طبعا. وبقول لك قبل كده بموضوع الدقيق، لازم نعرف إذا كان فيه رطوبة ولا لأ عن طريق أنت بتمسكيه كده بإيديك وتضغط عليه كده وتفتحيه. لو لقيتي عجن كده في إيدك يبقى الدقيق ده واخد رطوبة، يبقى الدقيق ده مش هينفعك في معجنات. تمسكي الدقيق كده وتعمليه، لو لقيته عمل كتلة كده بقى عجن كده في إيدك أو بقى كتلة في إيدك تمام، يبقى الدقيق ده واخد رطوبة. طالما طالع كده زي ما حضرتك كده شايفة يبقى الدقيق ده مظبوط وما فيهوش أي رطوبة وينفع صالح للاستخدام. طيب هنا في المخروطة أنا حاطط جايب حلة ستانلس الإسلامبوش الجميلة بتاعتنا اللي بستخدمها في كل حاجة عندي. حاطط مصفى فيها قدام حضرتك أهيت، وينفع أعمل فيها الكسكسي بالمناسبة يعني أهي، وحاطط الغطاء محكم عليها. صرفت نفسي يعني، مش شرط تجيبي حلة الكسكسي عشان تشتغلي فيها، لا ممكن إن إحنا نجيب مصفى أهيت، وأنا حاولت أصرف نفسي وحطيناها في الحلة بقت محكمة كويس جدا، وكمان الغطا ما شاء الله يعني راكب على الغطا بالظبط، احنا مجمعينها هنا والله في الاستوديو يعني. طيب خلينا نشوف عندنا الدقيق. اول حاجه بنروح نعجن عجينه المخروطه ونحط عندنا نص كيلو من الدقيق او 3 كوبايات من الدقيق، وبعد كده بقوم حاطط عندي رشه ملح، وبعد كده بنبدا نعجن بالميه. العجينه ما تبقاش مفتوحه، ده مهم، عجينة المخروطة تبقى عجينة مقفولة حاجة بسيطة لأنها لسه هتتفرد، فلو طرية معاكي مش هتعرفي تتحكمي فيها. حط عندي العجين يعني عشان لو هنشتغل بالكوبايات 4 كوبايات من الدقيق عليهم 2 كوبايات اللي حاجة بسيطة جدا من المية. ولا بتاخد لا زبده ولا بتاخد، في ناس بتديها بيض، ناس بتاخد بتدي لها سمنه، ناس بتدي لها زبده، لكن هي صدقيني هي كده زي الفل اللي انت حضرتك تشتغلي منها من غير اي حاجه خالص، يعني عليها مش عايز عجينه مفتوحه، عجينه تبقى مقفوله بعض الشيء عشان نعرف ان احنا ايه نشتغل بيها ونلفها كويس. واسيبها على السرعه الثانيه، بنحافظ على عمر العجان اللي عندي ازاي؟ اللي احنا لما بنيجي نعجن حاجه زي ديت، مضرب الكف ده هو مش بتاع العجن، مضرب الكف ده هو بتاع العجن بس لو كميه قليله زي ديت، لكن لو حاطط كيلو دقيق في العجان ما ينفعش ان انا احط مضرب الكف ده واشتغل بيه، لازم احط الهلب اللي هو الحلزوني ده اللي انا اعجن بيه، لكن انا عامل هنا عشان كده عمري ما بعلم السرعه على الثانيه، وافضل عجين تطلعيه من اي عجان اللي انت تشتغلي على السرعه الثانيه وبس، اقصى حاجه السرعه الثالثه، لكن لو عليت السرعه جامد التروس بتاعت المكنه ديت كلها هتروح، فاهمه ازاي؟ فواحده واحده، ولازم تعرفي العجان بتاعك بيشتغل ازاي. ادي العجينه ما شاء الله لما تهيت نبدا ان احنا نسيبها لحد ما تخدم معايا كويس جدا. طيب بعد كده بعد 5 دقائق او 10 دقائق بنبدا ان احنا نكورها كويرات زي اللي قدام حضرتك ديت، طبعا هي مطلعه اكتر من كده يعني، دي هنطلعها على 10 قطع، وبحط عليها دقيق واسيبها ترتاح نص ساعة. طيب بعد نص ساعة بنجيب عندي المكنة ديت الجميلة، بالمناسبة المكنة دي إيطالي اسمها تيتانيا، تيتانيا ديت برضو من برايدز هاوس، يعني هتلاقي عندهم المكنة ديت، هما ما شاء الله يعني بيجيبوا الحاجات اللي ايه العمليه قوي في المطبخ زي الحلل زي اطباق راك، الحاجات ديت كلها تلاقيها موجوده عندهم على الصفحه، فالمكنه ديت اللي عايزها يتصل عليهم ويجيبها من على الصفحه عندهم. هنا ادي العجينه بنبدا ان احنا ايه، بص بعد ما فردناها بنقوم واخدينها كده تاني تمام، طبعا انا شغال واحده واحده، ايديك لو خدت على المكنه ديت بص بقى بتقوم طلعاها السرعه اللي بتوسعيها على الدرجة الأولى تاني، ونبدأ اللي احنا نفرد ايديك لو خدت على المكنة ديت هتلاقي الموضوع لذيذ جدا على فكرة، وضيق درجة ونفرد درجة بدرجة، لو عديتي درجة هتلاقيها اتحرقت منك اهي، بصي كده وتقومي فردة اهو، وبعد كده
الدرجة اللي بعدها اهي، واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما حضراتكم كده شايفين. طيب اخر واحدة بقى، اخر واحدة بنقوم واخدينها كده هنا، ونقوم حاطين دقيق من فوق ودقيق من تحت. وبعد كده نقوم واخدينها فردينها. بسم الله، شايفة ازاي اهي؟ شفت العجينة مظبوطة، فتلاقي ايه الموضوع ماشي معاك زي العسل ما شاء الله. طيب بعد كده بنبدأ اللي احنا ايه، نديها تعفيرة دي كده بسيطة جدا، ونروح فين؟ عندي وشين اتنين، عندي وش عريض وعندي وش رفيع اللي هو بتاع النودلز والاسباجيتي. اهو قدام حضرتك في عندك وشين اتنين، وش عريض ووش رفيع. فباجي عندي على الوش الرفيع، وبقوم حاطط عندي بص يا باشا اهي، شايف الموضوع ما شاء الله اهي يا باشا. ادي عندنا المخروطه بتاعتنا، بص ما شاء الله طالعه عامله ازاي، ملبن اهي. ولا لازقه ببعضها ولا ماسكه ببعضها، طالما اتبعت الخطوات المظبوطه للحاجه. طيب نسرع ايدينا شويه وتفرجي على السرعه، انت ممكن تقدري توصلي للمرحله ديت وانت في البيت. يلا بينا، ريق كل واحده، اقوم مضيقها تمام. العجينه هوريها لك اللي احنا مطلعينها على الهواء عامله ازاي، اخر درجه. تقوم طلعاها كده اهوت، وتقومي حطاها هنا. بسم الله، شايفة الجمال. بعد كده يا عم ايه استاذ جمل، بنقوم واخدينها حطيناها هنا قبل ما نقطعها شرايح رفيعة، بنقوم حاطين عليها شوية دقيق كده من هنا. حلو الكلام. ونقوم جايين على الوش الناعم او رش رفيع بتاع مكرونة الاسباجيتي، وبعد كده نبدأ اللي احنا نقطع. ننزل الطرف اهوت، بص الشغل العالي اهو. الصلاة على النبي اهو يا باشا، بص اللي قبل كده منها برضو نفس الكلام اهي، ما شاء الله حاجة جميلة جدا. طيب بعد ما عملنا المكرونة ديت او المخروطة ديت، بنبدأ نعمل ايه؟ ببدأ اللي انا اجيب عندي شاشة اخر واحدة هنعملها تاني. وتخلي بالك المكنة ديت زي ما اتفقنا، لو عايزاها بتتصل عليهم وبيجيبها لك لحد البيت. دي مكنة ايطالي على فكرة، يعني صنع ايطالي جميلة جدا، وبنعمل منها المكرونات وبعمل منها اللازانيا، يعني لها استخدامات كتير جدا. بص كده اهو اهو، نعمل دي ونلف. طبعا في منها ايه، في منها بكهرباء، منها بموتور، في ناس بتحط موتور وتشتغل. لكن والله بص اليدوي برضو بتحس ان الموضوع في حرفيه كده احلى 100 مره منين، من المواتير نفسها. نقوم مطبقين التطبيقه ديت، مهمه جدا. بعد ما بنطبقها كده بنقوم واخدينها تاني. كده افرد 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 بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه، ونقوم واخدينها اخر واحده كده، نقوم مدينها دقيق. العجينة مخدومة كويس، ده مهم جدا. العجينة اهي اللي احنا عاملينها على الهوا، بص عاملة ازاي العجينة، بص ماسكة نفسها ازاي. الدقيق مهم جدا كده معاك، لا كده. وبعد ما قصدت كده وعلى زي ما حضرتك كده شايفاها، بتقوم واخداها كده ايه ومكوراها تمام، ونقوم حاطين عليها دقيق تمام، ونقوم سايبينها ترتاح نص ساعة. بعد نص ساعة نبدأ نعمل المرحلة اللي احنا عملناها ديت. حلو، نرجع بقى لإيه، للباشا ده هنا. أنا حاطط هنا، ما ينفعش إن أنا أحط عندي العجين مباشرة من غير شاشة. الشاشة لازمتها إيه؟ الشاشة حضرتك اللي احنا بنجيبها ديت عشان تمتص أي يعني أي مية أو البخار اللي بيطلع ده
ما تعجنش بيه المخروطه. فببدا ان انا احطها كده اهيت، تمام، بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. ونقوم يا باشا منزلين عندنا المخروطه الجميله ديت، المفلفله الحلوه ديت، منزلينها لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا، واقوم مغطي عليها. ونقوم سايبينها ربع ساعة لحد ما تبدأ ليها تستوي، بعد كده نطلعها. في ناس بتديها معلقة سمنة بلدي تفلفلها بيها، وبعد كده ترجعها تاني في قطعة القماش وتكمل التسوية لحد ما تلاقي عاملة زي الجيلي كده معاكي، بتخف معاكي خالص. وبعد كده بنقوم مطلعينها ونبدأ نقدمها ليه. أو واحنا بنحط المخروطة هنا بلاش نكتر كتير عشان ما تعجنش مني، نحطها كده ونبدأ اللي احنا نحطها في قطعة قماش ونسيبها لحد ما تستوي معايا. المخروطة زي ما اتفقنا، يعني حتى ام كريم قالت لي يا شيف محمد بلغ الساده المشاهدين اللي هم ما يقلبوهاش كتير، لان لو تقلبي كتير هتعجن، دي مهمه جدا. فانت بتسيبيها لحد ما تستوي معاكي. النقطه الغلط اللي احنا بنقابلها في المخروطه والستات البيوت تيجي تعملها، انا حتى الان ما جيتش ناحيتها خالص، سايبها براحتها، حاطط لها الميه السخنه اهي تحت وسايبها تعيش مع نفسها اهو، حتى النار فصلت والدنيا زي الفل. الله ينور يا استاذه. تمام، حطيناها اهيت وتبدا اللي هي تشتغل لحد ما تبدا اللي هي تستوي. طب تعالوا كده ناخد نعمل تيست كده عليها من الاطراف، ما الاطراف اكيد ايه برضو استوت. بصي تفتحيها كده اهي، بصي هتلاقي اهي، تبصي من تحت عامله ازاي، بتبدا اللي هي ايه تستوي معاكي. حاجه معجنه؟ مفيش حاجه معجنه ولا حاجه، كل واحده تلاقي لوحدها اهي، شايفه ازاي؟ تسيبها براحتها خالص زي ما اتفقنا عشان ما تعجنش معايا، لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا. وبعد كده ابدا اللي انا ايه هقلبها بقى واظبطها، هتلاقيها فلفلت معاك في الاخر. وصلت للموضوع الفلفله ده، تعرفي ان انت تاكلي مقشوره مخروطه محترمين. المخروطه ونبص ايه الاخبار وصلت لحد فين. الشاشه مهمه جدا، لان الشاشه هي اللي بتمتص البخار وما بتخليش الايه المخروطه تعجن معايا. بص ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. بص يا باشا جيلي اهو اهي، بص عامله ازاي، عمرها ما تعجن مني. امال ايه؟ اهي. وهكذا بقى نبدا نكمل اهي. بصي واحده واحده اهيت، هتلاقيها بص فكت منك على طول، اصلا انت مجرد اصلا ما بتشيليها بقى طلعيها بره كده اهوت، هتلاقيها بدات بصي كده اهوت. كل ما تعمليها كده خلي بالك ايديكي والبخار، البخار والله اصعب من النار. ها مجرد ما تشيليها كده اهوت وتبداي تعمليها كده، هتلاقي ايه بدات تفك معاكي بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. ودي بقى كده ايه فكها كده وروقيها. انا هي ايه فكت نص ثلاث نصها. بنفتح عندي على المخروطه الجميله اللي بتاعتنا ونبدا ان احنا ايه، بص ما شاء الله بقت عامله ازاي اهي. بعد ما فلفلناها كده وظبطناها بنبدا، والله دي اللي احنا عاملينها على الهواء بس، احنا بس فكناها من بعضيها مش اكتر. بجيب عندي معلقه سمنه بلدي، حلو، يبتدي طعم حلو قوي 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 للمخروطه. معلقه سمنه بلدي كده حلوه، وببدا ان انا اقلبها مع بعضها كده، تمام اهي. اساسي بصراحه عسل اسود، هي تقدم كده عسل اسود تقدم تبقى تطلع حكايه. اقفل اسيبها بقى تبقى دافيه معايا، وبعد كده ابدا ان انا اقدمها. نفلفله كده حلو، نفتح. بس معلقتين السمنه البلدي برضو عاملين قلق بصراحه فيه. سلام بقى شويه لوز، ندلع المسائل بشوية لوز، شوية جوز هند، وشوية ايه زبيب اديها. وبعد كده نقوم واخدين عندنا الايه السكر البودر ده، او معلقة عسل اسود كده من فوق. بص بقى عسل اسود كده من فوق، يا عيني يا عيني. شويه عسل اسمر كده من فوق اهو، عسل اسود كده تطلع معاكي حاجه جميله. طيب هنا اقوم حاطط ايه، عامل هنا شويه من
السكر، جوز هند، شوية مكسرات، عسل أبيض يا باشا. تمام، ممكن يديها ايه شوية لبن كده صغيرين عليها كده من فوق، واخدة ايه السمنة البلدي. شو لبن ده تعمل شغل عالي يا والله. اطلبيها من برايتز هاوس اهي، دي الماركه بتاعتها اهي، الماركه بتاعتها قدام حضرتك اهي، ماركه ايطاليه 100%. الخامه بتاعتها حلوه جدا، ستانلس كلها. بتقدري انت تطلبيها تعملي منها اللازانيا، وتعملي منها المكرونه الترياتيلي، الفاتوتشيني، تقدري تعملي منها الاسباجيتي، تقدري تعملي منها اللازانيا، الرافيولي. بصي اي نوع مكرونه بتيجي على دماغك تقدري تعمليها بالمكنه ديت. في ناس زي ما قلت لك اخترعوا وراحوا عاملين المكنه ديت بالماتور، حطوا حاجه هنا وبداوا يشغلوها بالماتور، لكن اليدوي برضو والحرفه اليدويه بتبقى لها طعم تاني.